نظم مسرح الخليج العربي احتفالا لتكريم فريق العمل المشارك في مسرحية نيرفانا الكويتية بعد حصولها على 3 جوائز في مهرجان الكويت المسرحي، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والأدباء ورواد الحركة المسرحية في الكويت. وسط حضور كبير من الفنانين والأدباء ورواد الحركة المسرحية في الكويت، كرم مسرح الخليج العربي فريق العمل المشارك في مسرحية نيرفانا بعد حصوله على 3 جوائز في مهرجان الكويت المسرحي الذي أقيم الشهر الماضي. فرقة مسرح الخليج العربي في هذا التجمع الفني الكبير صراحة اللي عودتنا فرقة الخليج في كل سنة وفي كل مناسبة صراحة تكون من الأوائل الناس اللي تسوي التجمعات الفنية. الحلو اليوم أن الفنانين موجودين، التواصل الموجود بين الفنانين، بين الفنانين الكبار وفنانين الشباب، هذا شيء وايد حلو صاير اليوم. ان شاء الله يا ربي هذا الشباب الصاعد يكون هو ذخر وهو اللي يكمل هذه المسيره المسرحيه اللي حافظوا عليها الاجيال والرواد. ودعا المشاركون في الحفل الى الاهتمام بالحركه المسرحيه الكويتيه. ومن هالمنطلق احنا سوينا هذا الحفل عشان نكرم رائد من الرواد الكبار في الحركه المسرحيه الكويتيه، اللي هو الرئيس الفخر للمسرح الخليج الاستاذ عبد العزيز ريه. فنانون اعربوا عن استيائهم من غياب الجهات المعنيه عن الفعاليات التي تعنى بتشجيع الفنانين والادباء والمثقفين. الفعاليه الجميله البسيطه التي تخلو من المسؤولين للاسف، يعني مثل الاحتفاليات كنا نتمنى نشوف اركان وزاره الاعلام او المجلس الوطني او يعني شخصيات اكثر لتكريم زملاء لهم وأساتذة لنا. وشهد الحفل تكريم الكاتب والأديب المسرحي عبد العزيز السرية بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية.